السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد على قناة جديد نت. سنتعرف على كيفية تحميل وتثبيت تعريفة كانون PIXMA mg2540 على مستوى ويندوز XP، ويندوز فيستا، أو ويندوز 7 أو 8، أو ويندوز 8.1، وويندوز 10. لكن أولا، قبل التحميل تعريفة كانون PIXMA mg2540 الذي سأضع لكم رابطه في صندوق الوصف، يجب أولا التعرف على نظام التشغيل الذي تستخدمه في الجهاز، هل 32 أم 64. ولمعرفة ذلك نقوم بالذهاب إلى الحاسوب، نقوم بالضغط على أورديناتو، ثم نقوم بالنزول إلى بروبريتي. هنا ستجدون نوعية نظام التشغيل الذي تستخدمونه، تيب دو سيستم في هذا الحاسوب 32. كما يمكنكم أيضا معرفة نوعية الويندوز الذي تستخدمونه،